1500 كبش أضحية من قبل الهلال الأحمر القطري عبر الصليب الأحمر التشادي وزعت بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعدد كبير من الضعفاء بالقرى الداخلية وكذا للعائدين من جمهورية إفريقيا الوسطى المقيمين بمخيم قاوي، هذا بالإضافة إلى اللاجئين من جنسيات مختلفة هم أيضا مقيمين بداخل هذا المخيم الكائن بالدائرة الثامنة لمدينة عين جمينة. وطلقت العملية المتعلقة بتوزيع هذه الكبشان بقريتي تشيلتشيلي وبوكيو الواقعتان على بعد أكثر من 70 كيلومتر شرق العاصمة عين جمينة بالمركز الإداري لمي عايش بولاية شاريبا قرمي. الرئيس المؤقت للصليب الأحمر التشادي الذي أشرف على عملية توزيع هذه الأضاحي تحدث عن مجريات هذه العملية. نشكر الهلال الأحمر القطري بهذا الدعم المفيد والمشرف، وهو دعم إنساني. هذا وفي اليوم الثاني من العملية فقد تم التوزيع على العائدين من جمهورية إفريقيا الوسطى واللاجئين المقيمين بمخيم قاوي، علما بأن الكبش الواحد يوزع على 4 أشخاص. هذا وبما أن الأضحية التي تقدم للمحتاج في مثل هذا اليوم المبارك تعتبر ضمن الأعمال الأكثر خيرا وأجرا، فعلى المستطيعين من المواطنين اغتنام هذه الفرصة العظيمة لأجل إدخال البهجة في نفوس المحتاجين.